السلام عليكم ورحمة الله. ميديكال إديكيشن أول بلوكات تناولها، حياكم الله. بلوك الميديكال إديكيشن أو التعليم الطبي يتكلم كيف تدرس الطب عندنا في جامعة القصيم، الفكرة العامة عن كيف تدرس، ويساعدونك قدر الإمكان تستفيد من النظام الموفر لك. هذا البلوك يركز بشكل أساسي على جلسات البيبيل، عشان كذا تلاحظون أن الجلسات مكثفة في هذا البلوك. بنفس الوقت تلاحظون ان المحاضرات تتكلم عن هذه الجلسات اكثر من غير، برضو في مواضيع ثانيه مثل كيف تلقي، كيف تنظم وقتك، وبرضو كيف تبحث. هذه اشياء كلها حطوها عشان تستفيد منها. البلوك هذا يبي منك افكار عامه، ما يبي منك تخوض بالتفاصيل. ميديكال اديوكيشن موضوع كبير وبي بي ال موضوع كبير، وهو يبي منك بس الشيء اللي تحتاجه، يبي منك كيف تطبق، يبي تعرف بالضبط وش تسوي، يبي منك 7 جمز وشن، يبي منك وش دور التيوتر، وش دور الليدر، وش دور سكرايبر بالموضوع، وشلون تسوي بيبيل ناجح، بنفس الوقت المواضيع الثانية هذه. البلوك هذا متقسم تقسيمات مختلفة، فراح تلاحظون ان ما في معامل في هذا البلوك، ما في كلينيكال سكيلز، ما في فيلد فيزيت، برضه بالاختبارات تكون مختلفة شوية عن العادة، لأنه الهدف من هذا البلوك تتعلم بس، تتعلم كيف راح تمارس الطب عندنا. تقسيم الدرجات في 40 درجة على جلسات البيبيل، والحضور والمشاركة مهمة جدا في هذه الجلسات. ما في تقييم حقيقي على المعلومات، لأنه ما يبي منك تبحث وتكون تعرف كل حلول السيناريو وكل مشاكل السيناريو، لأنه هذا راح تدرسه بعدين، لكن الهدف إنك تشارك، تعرف كيف تمشي بيبيل صحيح، وكيف تبحث بعض المعلومات للبيبيل. الحضور مهم حتى في المحاضرات، لأنه الموضوع عام جدا، فمهم إنك تحضر مع الدكتور وتفهم بالضبط وش يحاول يوصل لك. الكلام اللي يبي يوصل لك الدكتور هو الكلام اللي أنت مطالب فيه، لا تشتت نفسك في الأشياء الجانبية والأشياء المكتوبة كلها. إذا منك خلصت من المحاضرة ورجعت البيت، اقرأ أول بأول. إذا منك قريتها اليوم تحفظها أسرع. بنفس الوقت تعرف تذكر بالضبط كلام الدكتور، فتقدر تلخص النقاط الأساسية للمحاضرة. غالبا المحاضرة راح تطلع منها بسطر سطرين أربع سطور الفكرة العامة عن المحاضرة، وراح تفهم منها الموضوع كامل. كثير من الطلاب يعاني من إنه متشتت في هذا البلوك. زي ما قلت قبل كذا، وقف على المحاضرات، لا تروح المراجع لأن الموضوع كبير جدا. فوقف على المحاضرات، حاول تفهمها وحاول تفهم وش يبون منك الدكاترة بالضبط. بنفس الوقت في اوبجكتيفز اللي هي محطوطة بالبوكلت عندكم في الاي ليرنينج، اقراها اخر شيء، تأكد انك فاهمها، تأكد انك تعرف الجواب بالضبط لها. وبنفس الوقت في طلاب جاوبوا على هذه البوكلت وجاوبوا على هذه الاوبجكتيف، لا تعتمد على جوابهم 100% للاختبار، ما يكفي، لكن اقرا وتأكد او راجعوا بينك وبين معلوماتك وقارن بينهم. الله يوفقكم. الاختبار في هذا البلوك سهل جدا، الأسئلة واضحة جدا الحمد لله، ما في أسئلة طبية متخصصة، الأسئلة كلها يتأكدون أنك فاهم الموضوع وفاهم السبجكت تمام. حاول أنك تثق بنفسك وتأكد من أن المعلومات اللي درستها في هذا البلوك هي المعلومات اللي راح تجي في الاختبار. ممكن تحس أنك ما أنت فاهم شيء ليلة الاختبار، هذا شيء عادي جدا، تأكد أن اللي شرحوا لك في البلوك هو نفسه اللي راح يجي في الاختبار، الشيء واضح جدا وعام جدا. الله يوفقكم ويسهل أمركم، ونشوفكم إن شاء الله في البلوكات الجاية.